يعني لبنى بيانات يوم الجمعة كانت مكملة لسلسلة من البيانات التي قرأتها الأسواق، وذي دايجستد على أنه استوعبوها على أنها بيانات قد تجعل الفيدرال الأمريكي دون أي تحرك باتجاه تجديد السياسة النقدية على الأقل في اجتماعه القادم في 19-20 سبتمبر الجاري. ولكن أعتقد حتى الآن مع مثل قراءة الانبلويمنت أو البطالة التي صدرت، أعتقد أنه ستكون كفيلة باستشعار خطر على الاقتصاد الأمريكي والضعف، خلينا نقول أكبر من المتوقع إذا ما استمرت وتيرة تشديد السياسة النقدية. وممكن ذلك قد يؤثر على أداء مفاصل أكثر، لأنه نحن بمثل هذا التقرير عم نحصل على ضعف بقطاع الأعمال بشكل واضح كإشارة مبدئية أنه عم يكون في عندي بطالة، ولكن أيضا رح يكون في عندي انخفاض بقطاع الأعمال بشكل واضح في الفترة القادمة، وربما تأتي الإشارات أسرع في القراءات الاقتصاد الجزئي الجديدة. طيب رائد، الأسواق الأمريكية شهر أغسطس سجلت خسائر، ولكن آخر أسبوع فينا نقول شدت حيلة شوي. هذا خلى الناس يعني منقسمة ل مجموعتين. المجموعة الأولى تقول بأنه هذا الرالي أو هذه الارتفاعات مستمرة، والقسم الثاني الذي دائما ما هو يتشائم بأداء سبتمبر بالتحديد وبيعتبره بأنه هو دائما ما كان وجهه سيء على الأسواق الأمريكية ودائما فيها تراجعات. أنت مع مين، أي مجموعة؟ أنا أعتقد لبنى إذا بدنا نأخذ المؤشرات الأمريكية، نحن الأسبوع الماضي كان عندنا تفاوت بالنمو، كان عندنا الداو جونز بأكثر من 1.4، عندنا الناسداك تجاوز 2.4، وكان في أيضا S&P كمان حقق ارتفاعات هي الأفضل من جون. إجمالا الأسبوع الماضي كان جيد، ولكن كمان نأخذ بعين الاعتبار التماسك والتوازن الذي حققته المؤشرات الأمريكية خلال مسيرة التعاملات هذا العام حتى الموعد الحالي. على الرغم من تشديد السياسة النقدية، الفترة المقبلة هي إما لرفعة واحدة أو ربما توقف لدورة تشديد السياسة النقدية بشكل كامل. بالتالي يعني مثل ما بيقولوا الخير جاي لقدام فيما يتعلق بالأسواق الأمريكية على وجه التحديد، والرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين كانت واضحة. تماسك الداو جونز عند 35 ألف نقطة على الرغم من الوضع السابق، هذا بحد ذاته إشارة ضمنية إلى أنه الفترة القادمة ممكن يكون أداء إيجابي أكثر. ونحن هلأ بدأنا كيك أوف بسبتمبر وبكوارتر جديد، خلينا نقول من المتوقع أنه ننهي الربع الثالث ونبدأ الربع الأخير من هذا العام بوقع إيجابي لأسواق الأسهم التي تنتظر أن يكون في عنا لهجة تيسيرية نوعا ما في الأسواق. طيب ما الذي يعني ذلك للدولار وعوائد السندات رائد؟ يعني أعتقد عوائد السندات الأمريكية حققت ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة، وإجمالاً أعتقد بدأ مع أي حديث قادم من جيروم باول والفيدرالي ممكن أنه تبدأ تكول داون هذه العوائد مع وصول التضخم نحو أقرب نحو المستهدفات أو قربنا من المستهدفات نوعا ما. إجمالا الدولار الأمريكي شهد موجة من الارتفاعات يوم الجمعة، ولكن اليوم كان هو أقل أمام اليورو أمام الباوند وأمام العملات الرئيسية. شفنا بعض التراجعات على مؤشر الدولار الأمريكي، ممكن أن يكون معرض لمزيد من التراجعات تضغط نحو مستويات 101 ل 102 الى 101 تقريبا مع اقترابنا اكثر من موعد الفيدرالي الامريكي. اذا كان هناك ابقاء للسياسه النقديه دون اي رفع لاسعار الفائده، اعتقد الدولار الامريكي سيضع على مسار هبوطي خلال الفتره القادمه. طيب سؤال اخير عن موضوع الاقتصاد الامريكي بالتحديد، الارقام الاخيره اظهرت بانه عندنا ضعف واضح بالمفاصل كما ذكرت، هل هذا يعني ان الاقتصاد الامريكي يتجه الى المزيد من التباطؤ او الى ازمه او إلى ركود رأيك؟ يعني أغلب التحليلات حتى الآن البيانات التي صدرت أنه نحن مقبلين إلى soft landing، إلى تراجع وكول وانخفاض في أداء الأعمال التجارية، ولكن دون أن يكون هناك ركود أو كساد في الأسواق بطريقة أو بأخرى. أنه ما في عندي سجير أو حالة مستعصية بالاقتصاد ويضطر الفيدرالي للتعامل معها. لديه
المجال الواسع للبدء بتقليص خلينا نقول السياسة النقدية أو تخفيف شدة السياسة النقدية دون أن يكون هناك رفعات إضافية بأسعار الفائدة. البحث ربما عن تقليصات بأسعار الفائدة مع الربع الثاني من العام القادم أو اقترابنا من منتصف العام القادم حتى يكون هناك تجنب كامل لأي تراجع. الأداء الاقتصادي الأمريكي كان جيد وكان أداء المعطيات قد الآن جيد والناتج المحلي الإجمالي نوعا ما عند 2% عم يعبر يعطيني نمو في الأداء ليس بالسلبي بشكل كبير، ولكن ما لمسناه من بعض القراءات الاقتصادية سواء كانت آخرها الارتفاع البطالة أعتقد سوف يوجب على الفيدرالي أن لا يكون هناك تشدد إضافي في السياسة النقدية، وهذا قد يجنب الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود أو كساد. كل ما في الأمر أنه راح يكون في عنا كول داون أو انخفاض في زخم الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة.